التواجد العربي في المجموعة هل كانت القرعة نوعا ما متوازنة رحيمة بالمنتخبات العربية المغرب السعودية تونس وأيضا المنتخب القطري مستضيف الدورة لدينا قطر في المجموعة الأولى مع الإكوادور والسنغال والمنتخب الهولندي الهولنديون الذين ربما فقدوا بريقهم في السنوات الأخيرة في المونديال اكيد بالحديث عزيزي نوفل عن عن القرعه وعن تواجد المنتخبات العربيه في هذه القرعه بدايه بالمجموعه الاولى حيث يتواجد اصحاب الدار المنتخب القطري اعتقد على ان القرعه كانت رحيمه بهذا المنتخب تواجد منتخب امريكي من امريكا اللاتينيه نتحدث عن منتخب الاكوادور صحيح منتخب لديه طريقه لعب جيده ومتنوعه كذلك بطل افريقيا المنتخب السنغالي والمنتخب الهولندي المدرسه الشامله البعض قد يرى على انه ربما مجموعه صعبه لكن ان رايت هذه المجموعه و يعني قمت بمقابل مع باقي المجموعات ستقول ربما على ان المنتخب القطري هو اليوم ليس في كاس اسيا او كاس الخليج هو في مونديال كبير مونديال عالمي يجمع كبار القوم من القارات الخمس فلهذا اعتقد على ان المنتخب القطري في مجموعه تبدو متوازنه وحظوظه قائمه لضفر يعني بنقاط تجعله يمر للدورة الموالية. نعلم ان قطر أعدت العده ابطال اسيا منتخب جيد نافس في التصفيات في الكونكاكاف نفس كوبا أمريكا. في كوبا كان امريكا ضيف شرف على كوبا امريكا صحيح ربما تواضع الاداء اداء العنابي القطري في السنة أو الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية لكن ربما كانت رب ضارة نافعة يعني أعطت أو كانت صفعة للطاقم الفني للمنتخب القطري حتى يضع يعني يصحح مكان من الخلل من أجل أن يكون العنابي جاهزا وبأفضل صورة كما يتمنى الشعب القطري والشعب العربي لهذا المنتخب نعم.